راغبا في كل علم نافع. ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غلة الظمآن، وتعلم اللغة الفصيحة ورعاها بطريف اسلوب وحسن بيان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم في هذه الدروس، دروس اللغة العربية للناطقين بغيرها. كيف حالكم؟ الحمد لله. هل قمتم بمراجعة ما تم دراسته سابقا؟ نعم. جميل جدا. طيب، في الدرس الماضي إذا كنتم تتذكرون درسنا حرفي. ما هو الحرف الأول الذي درسناه؟ حرفه كاف. الكاف، أحسنت يا سامي. وماذا عن التشكيل يا سليمان؟ هل ممكن أن تذكرنا كيف كان نطق الحرف؟ نعم. أو الصوت كي بالفتحة، ثم كي بالكسرة، ثم كو بالضمة. أحسنت يا سليمان. ماذا عن الحرف الثاني؟ ماذا كان يا محمد؟ لام. حرف اللام، لكن عندما ننطق الصوت يكون بثلاث حركات، ما هي يا سامي؟ لا. اللا بالفتحة. لي بالكسرة. لو بالضمة. أظنكم يعني قمتم بتمرين كيف تكتبون الحرف، لا تنسوا أنت تكتب الحرف من اليمين إلى اليسار. لا، you have to write from the right to the left, the opposite of the English. Okay؟ لا تنسوا ذلك، عندما تكتب من اليمين ثم إلى اليسار بهذا الاتجاه كما ذكرنا لكم من قبل. طيب، اليوم سوف ننتقل إلى درس جديد وهو الدرس العاشر، ولعلنا ننظر على الشاشة. هذه الأحرف الثلاثة الأربعة التي أمامنا، فعن اليمين هذا الحرف يسمى حرف الميم. So its name ميم. لكن هذا عندما نقول الحرف، عندما ننطق الحرف سوف يكون مختلف كما ذكرنا في بقية الدروس. الحرف الثاني هو حرف الهاء، وهو من الحروف الصعبة على يعني الناطقين بغير العربية، لأنه يعني يكون لديه بعض الطلاب مشكلة مع الحاء والهاء، سوف نذكر ذلك لاحقا. والحرف الثالث هو حرف الواو. واو، ولا نريد أن نمارس هذا، لأنه هذا كما ذكرنا هو اسم الحرف وليس نطق الحرف. So it is its name, the name of the letter. So we need the sound of the letter. Okay. وحرف الياء هو الحرف الأخير الذي سوف يعني يقدم لكم في هذا الدرس بإذن الله. طيب، الآن نريد أن نبدأ مثل ما بدأنا في جميع الدروس السابقة بحرف الميم. ويوجد لدينا على الشاشة كما ذكرنا الفتحة ثم الكسرة ثم الضمة، فلعلنا نكرر، repeat the sound that you hear. So الأول هو ما، قولوا معي ما. 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 الفم يكون بهذه الطريقة مثل ما ذكرنا، راقب ما يعني حركة الفم، يكون يعني بوضعية مختلفة عن الكسرة التي هي مي. قولوا معي مي. لابد أن ترى الأسنان في حرف في الكسرة. مي. مي. وكأنك as you say she, the same sound. اي. مي. أوكي. طيب، ننتقل الآن إلى يعني الحركة الثالثة التي هي الضمة، ولنقل سويا مو. 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 طيب، كما جرت العادة لدينا مثال تحت كل يعني صوت،
فالصوت الأول انظروا إلى اللون الأخضر the green light أو the green writing. معجون قولوا معي repeat معجون معجون انظروا إلى ما ما مع معجون معجون جميل جدا. ننتقل إلى الصورة الثانية والكلمة الثانية انظروا إلى حرف الميم look at the first letter مي مقص قولوا معي say with me okay or repeat مقص مقص جميل جدا. ننتقل إلى الصورة الثالثة أو الكلمة الثالثة والتي فيها look at the red writing مو مهندس قولوا معي مهندس 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 سامي لعلك تقول أو تنطق لنا الكلمة الأولى معجون أحسنت معجون أحسنت. سليمان أنطق لنا الكلمة الثانية مقص مقص. لماذا طلبت منكم النطق هذه المرة؟ لأن هذه الأصوات تم دراستها من قبل تمام؟ يلا ننتقل إلى الكلمة الثالثة لعلك يا محمد تشارك ما هي؟ مهندس أحسنت أنت قلت دا مهندا. انظر إلى الدال هل فتحة أم كسرة؟ كسرة أحسنت مهندي دي مهندس مهندس إن شاء الله في الدرس القادم سوف نناقش ونشرح لكم ماذا نعني يعني ملاحظة الأصوات في الكلمة ككلمة واحدة. طيب الآن نركز على الصوت الأول. طيب جميل هل لديكم أي أسئلة؟ Any questions؟ لا سننتقل إلى الشريحة التي تليها. طيب والصوت الآن الذي لدينا نحن نقول هو حرف الهاء لكن الصوت هو ها. طيب فنقول مع بعضنا البعض الفتحة ها قولوا معي say repeat ها 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 هو عبارة عن هواء it's like air going through the mouth the oral cavity okay ها ها هي كسرة هي قولوا معي هي 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 وأخيرا الضمة هو هو انظروا إلى حركة الفم هو هو جميل جدا. الآن ننتقل إلى الصف الثاني ولدينا الحرف الأول أو الصوت الأول من كل كلمة يمثل الفتحة الكسرة الضمة فنكرر مع بعضنا البعض الكلمة الأولى هدف ها هدف قولوا معي repeat هدف 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 أحسنتم. انظروا إلى ها ركز على ها focus on ها أوكي. انظروا إلى الصورة الثانية انظروا إلى الصورة الثانية هذه صورة هلال 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 أحسنتم. ننتقل إلى آخر صورة وهي الصورة الثالثة انظروا إلى هذا الطائر في اللغة العربية نقول عنه هد هد انظروا وركزوا على الصوت الأول هو 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 هد هد قولوا معي هد 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 طيب جميل جدا. إلى الآن ما هو مطلوب فقط هو النطق so all what I need how to say the sound. إذا لا تفهم أي كلمة لا بأس so don't worry about the whole word okay. جميل ننتقل الآن إلى حرف الواو. الآن لدينا حرف الواو كما يظهر لديكم في الشاشة وأيضا نقول عنه وا قولوا معي بالفتحة وا 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 جميل جدا. طيب بالكسرة وي 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 جميل جدا. إذا الحركة القصيرة هي الكسرة ثم الضمة وو وو وو, وو. إذن هذا الحرف حقيقة يعني يعتبر يعني مميز سوف يخدمنا إن شاء الله في الدروس القادمة. انظروا إلى الصورة الأولى هذه صورة إلى صورة ولد ركز على الصوت في الأول باللون الأخضر the green letter
Okay? Waladun. Repeat. Waladun. 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 طيب جميل. ننتقل إلى الصورة الثانية ونركز على الصوت الأول. Focus on the first sound. وسادة. قولوا. Repeat. وسادة. 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 جميل جدا. ننتقل إلى آخر صورة ولدينا الصوت الأول. The first sound. ورود. ورود. أحسنتم. Repeat. ورود. ورود. طيب جميل. لعلي أسأل. لعلي أسأل. ما هو حرف الواو بالفتحة يا سامي؟ و. أحسنت. و. وما هو بالكسرة يا سليمان؟ وي. وي. أحسنت. وما هو بالضمة يا محمد؟ وو. وو. جميل جدا أن تركز بالنظر إلى الحرف قبل أن تنطق الحرف. Focus on the first sound or on the sound before you say it. Okay؟ لابد أن نركز على الفتحة الضمة الكسرة. لابد أن نركز. لماذا؟ لأن هذا يختلف. يعني عندما تختلف الحركة تختلف الكلمة. تأتي كلمة جديدة. أوكي؟ طيب ننتقل إلى الحرف الأخير وهو حرف الياء. حرف الياء. والآن الصوت بالفتحة ياء. ياء. قولوا معي ياء. ياء. ي. ي. طيب ي. 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 قولوا معي. هو صعب جدا لأنها كسرة وياء. فالياء قريب من الكسرة. Close to each other. ي. 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 والصوت الأخير يو. يو. انظروا. ي. يو. كأننا نبدأ بالكسرة ثم نذهب إلى ضمة. يو. يو. إذن هذا الصوت يجب عليكم الممارسة. More practice. صوت الواو الألف والياء. لماذا؟ لأنها حروف يعني قريبة من الحركات. Close to each other. طيب انظروا إلى الصورة الأولى بالفتحة يد. قولوا معي يد. 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 طيب والصورة الثانية بالضمة يوسفي. يوسفي. قولوا معي يوسفي. يوسفي. هي صعبة قليلا لكن لا بأس. A bit difficult but no problem. ركز على يوسف. ليست مكتوبة لدينا. هذا اسم شخص بالعربية. A name of an Arabic man. We say يوسف. قولوا معي يوسف. يوسف. هذه ليست كلمة. هذا اسم لشخص. So it is a name of a person. يوسف. يوسف. لعلها أسهل من كلمة يوسفي. فلذلك المهم هنا التمرين. Practice. لذلك ذكرت لكم الاسم. طيب من يذكر لنا يعني أسماء بعض زملائكم؟ هل يوجد لديكم بعض الأسماء العربية؟ تعرفون بعض الأسماء العربية من أصحابكم بحرف الياء أو لا يوجد لكم أصحاب بالأسماء العربية؟ يوجد. سليمان يقول نعم. نعم. في المنتصف سليمان. يونس. أحسنت. يونس. ومن يقرأ القرآن لعله يعرف أن يوجد لدينا يونس. سورة في القرآن تقول هي سورة يونس وهو اسم مثل يوسف. هل يوجد اسم آخر أو نكتفي بذلك؟ نعم. أتوقع أنكم فهمتم ما نقصد. مهم جدا الآن أن نعرف أننا لابد أن ننطق الأصوات بالفتحة بالكسرة بالضمة. طيب هل يوجد أي سؤال؟ لا. طيب جميل جدا. الآن انتقلنا إلى ما هو مهم وهو التدريب على الكتابة. تدربنا على النطق ثم نتدرب على الكتابة. مثل ما درسنا سابقا وفي جميع الدروس الماضية قلنا بأن أي حرف يكتب في أول الكلمة وله شكل، ثم يكتب في منتصف الكلمة وله شكل أو شكلان، ويكتب أيضا في آخر الكلمة كما هو موضح وسنشرح لكم ذلك. انظروا الآن، انظروا إلى هذا الحرف أو هذه الدائرة. عندما تريد أن تكتب
عندما تريد أن تكتب حرف الميم فأنت تكتبه بهذا الشكل في أول الكلمة. At the beginning of the word we write it like this. طيب مهم جدا أن تعرفوا أن نبدأ بالرسم بهذا الشكل ثم الانتقال الكتابة من اليمين إلى اليسار. You write from the right side to the left side. هذا ما كنا نقوله دائما لكم. الكتابة لا تكتب بهذا الشكل. Don't write like this. No, this is wrong. We write from the right. نكتب من اليمين وإذا أردت تنزل قليلا ثم تذهب إلى اليسار. طيب جميل. إذن هذا في أول الكلمة. انظروا إلى المثال الآخر. In the middle of the word, في منتصف الكلمة له شكلان. الشكل الأول مثل هذا الشكل. So it is the same like the first, the beginning of the word. نفس كتابة الكلمة في الأول. طيب ويوجد شكل آخر عندما يأتي في منتصف الكلمة وهو هذا الشكل الذي عليه الدائرة الآن. يكون ما قبله خط, ممكن نقول خط, ثم دائرة, ثم بهذا الشكل. طيب هم يكتبونه بهذا الشكل. سوف يكون لديكم تدريب وكتاب تدريب لعملية الكتابة. مطلوب منكم أن تمارسوا ذلك في المنزل. اكتب كثيرا. You have to write at home. Okay. طيب هذا في وسط الكلمة. انظروا إلى آخر الكلمة. يوجد لدينا أيضا طريقتين لكتابة هذه الكلمة. عندما يكون حرف الميم سبق مع كلمة أخرى وتكمل للكلمة ومتصل attached يعني ملاصق للكلمة يكتب بهذه الطريقة كما هو واضح لكم على الشاشة. ويكتب أيضا منفصل بعيد عن الكلمة. وأعطيكم مثال واحد فقط هنا. انظروا عندما نكتب حرف الألف ثم حرف الميم بهذا الشكل. أم, ما هي كلمة أم؟ mother. أم. طيب إذن هذا عندما نقول منفصل, منفصل not attached. طيب ويوجد لدينا حركتين. إذن هذا كيف تكتب الكلمة, كيف تكتب الكلمة في أول أو الصوت أو الحرف. في أول الكلمة, في المنتصف, في النهاية. Beginning, middle and end. Okay. طيب واضح. ننتقل سريعا إلى كتابة الهاء. نحن الآن نكتب حرف الهاء في أول الكلمة, في منتصف الكلمة, وفي نهاية الكلمة. انظروا إلى حرف الهاء كيف نكتب الحرف. مثل ما ذكرت لكم, from the right to the left. الآن انظر على الشاشة كأني أكتب هذا الحرف. كثير منا يقول أكتب بطريقة معينة. يوجد كتب الخط. الآن أريدكم أن تركزوا على ما أفعل كأنك رسام. You draw not to write. لذلك في المقدمة في البداية عندما تدرسون كتابة الأحرف حاول أن تقلد. لماذا؟ لأنه أنت عندما تنظر في شخص يكتب بهذا الشكل لعلك لا تستطيع أن تكتب مثل ما يكتب. You don't need to write the same like Arabic writers, but you need to imitate them. Draw a letter. Okay? أنت ترسم الآن. فهذا الحرف في أول الكلمة. في أول الكلمة. At the beginning of the word. طيب. وننتقل إلى في وسط الكلمة. يوجد لدينا حرف الهاء في وسط الكلمة بهذا الشكل كأنه في أول الكلمة. لا يوجد فرق. وأيضا عندما يأتي في منتصف الكلمة بهذا الشكل. In the middle like this. Different writing. اختلاف مهم جدا. هل ممكن أن يكون بهذا الشكل؟ لا بأس. المهم أن يعني تعرف أنه سوف يأتي لك نفس الرسم هذا في أثناء القراءة. فأنت تعلمت أن حرف الهاء بهذا الشكل. نعم. لكن يوجد like eight in English. كأنك تكتب حرف ثمانية باللغة الإنجليزية. طيب. وقبله وبعده أحرف. طيب. To make it easy, remember eight in English. طيب. ننتقل أيضا إلى كتابة هذا الحرف في نهاية الكلمة هنا.
at the end of the word يكون له طريقة مختلفة. يكون له طريقة مختلفة. اكتبوها بهذا الشكل كأنك تكتب حرف الألف ثم تغلق عليه. أنا أكتب بطريقة غير علمية لكن صحيحة لكم كبداية تعلم، لأنه العرب يكتبونه بطريقة مختلفة، يكتبونه بهذا الشكل. طيب، لكن لا أريد أن تكون الأمور معقدة. I'm making it easy to imitate like drawing rather than writing. Okay, remember this. طيب، ولدينا هذا عندما يكون متصل بكلمة مثل كلمة له. هنا attached، حرف الهاء متصل في نهاية الكلمة. طيب، ويوجد لدينا هذا الحرف أو هذا الشكل عندما يكون في نهاية الكلمة لكنه منفصل، لكنه منفصل عن الكلمة. أنا أكتب لكم كلمة وأنطقها، وإذا لا تعرفها لا مشكلة. رباه، رباه. انظروا إلى الهاء منفصلة، تكون كأنها دائرة like a circle. الهاء مثل الدائرة. طيب، ننتقل الآن إلى الشريحة التي تليها ونرى حرف الواو كيف يكتب في أول الكلمة، في منتصف الكلمة، وفي نهاية الكلمة. إذن تعلمنا كثيرا أن أول الكلمة يتكرر في منتصف الكلمة ويتكرر أيضا في آخر الكلمة. It is repeated, the same writing in the middle, at the end, at the beginning. طيب، الفرق أنه عندما يكون في منتصف الكلمة لعله يكون متصل بأحرف أخرى هنا، فلذلك يوجد هذه الوصلة ثم الواو. والكتابة لا تنسى من اليمين إلى اليسار، from the right to the left. طيب، إذن يوجد شكل آخر في منتصف الكلمة كما هو الحال في نهاية الكلمة. فلو لاحظتم منتصف الكلمة يشابه أيضا آخر الكلمة في واحدة من الأشكال. هذه مهمة الطالب. It is your mission. You go home, you start writing. You have problems at the beginning. عندك مشكلة، لكن مارس، practice. طيب، ننتقل أيضا أخيرا إلى حرف الياء، وهو الحرف الأخير لدينا هنا في أول الكلمة. نبدأ من اليمين إلى اليسار بهذا الشكل سهم، ثم بهذا الشكل سهم آخر. لا تنسى التنقيط. ماذا قلنا عن هذه؟ نقطة. كم يوجد نقطة تحت الياء؟ نقطتان. طيب، لا تنسى نقطة ثم نقطة أخرى ياء. طيب، لو لاحظتم أن حرف الياء في الأول الكلمة مشابه لحرف الياء في منتصف الكلمة، ويوجد حرف آخر بهذا الشكل. إذن في منتصف الكلمة يوجد لنا شكلان، هذا واحد وهذا اثنان. طيب، وفي آخر الكلمة، مهم جدا لأن آخر الكلمة يوجد لدينا متصل بالكلمة attached to the word and not attached. طيب، انظروا هنا، ها، يكون لدينا هذا الشكل ثم الياء، أو تكتب الياء منفردة، منفردة. الكتابة دائما بالممارسة، بالممارسة. تحتاج أن يكون لديك ورقة وقلم وتمارس ذلك. الكتابة دائما من اليمين إلى اليسار، from the right to the left. This is rule number one. هذا القانون رقم واحد. وأيضا الممارسة، practice, practice. طيب، هل من سؤال؟ كل شيء واضح؟ الحمد لله. طيب، ننتقل الآن إلى هذا التمرين سريعا. ماذا مطلوب منكم؟ اكتب حرف الميم في الفراغ كما جاء في الكلمة المحاذية لها.
طيب ما هو مطلوب منكم الآن؟ سوف نكتب هذا الحرف الميم هنا، سوف نكتبه في هذه الكلمات. إذن إذا ذكر حرف الميم سوف نكتبه في الفراغ الذي ذكر. So you fill in, actually you filling the space with the right shape of the mean. هذا هو المطلوب. طيب سأكتب لكم واحدة ثم نعود. يعني هنا انظر ما هي الكلمة، ما هي الكلمة الأولى؟ أثيما. فنأتي إلى حرف الميم، نقوم بهذا الشكل أثيما. لا تنسى أن تضع الفتحة، write فتحة. طيب ما هو مطلوب منا؟ نكتب هذا الحرف هنا. You try to copy the word on the right. تحاول أن تنقل نفس الكتابة التي في اليمين. هل ذلك واضح لكم يا شباب؟ واضح. إذن هذا تمرين، أنا أطلب منكم أن تقوموا بحل هذا التمرين عندما تعودون في المنزل. طيب the exercise is to copy the word on the right focusing on the meme sound. واضح؟ سوف تقومون بحل هذا التمرين إن شاء الله في المنزل. طيب ننتقل إلى التمرين الآخر، وهو تمرين مثل التمرين الذي على الميم، سوف يكون على الها. So it is the same exercise like ha. We will do number one. راح نقوم بحل التمرين الأول. نريد أن نكمل هذه الكلمة بكتابة حرف الها، فنقوم بكتابة الها ها هنا بهذا الشكل. خطي ليس جميلا، أليس كذلك؟ خطي ليس جميل. My handwriting not good, but it's okay. So you need to practice. Focus on the first letter or the space you fill in. Okay? طيب أيضا في هذا التمرين سوف تقومون بحل هذا التمرين عندما تعودون في المنزل، والمرة القادمة سوف نصحح لكم إذا وجد هناك أخطاء. إذا أردتم نصيحتي قوموا بالتمرين لكتابة الحرف كما أخذنا في الشريحة السابقة قبل أن تقوموا بإضافة الحرف للكلمة. So what I'm saying, try to focus on writing the letter by itself, then go to this exercise writing the letter in the middle or in the beginning or the end of a word. Start with writing a letter by itself. Remember this. طيب وسوف نأخذ هذا التمرين أو نسألكم عن عندما تعودون في الدرس القادم. ننتقل إلى تمرين مشابه. The same exercise, but this time about الواو، حرف الواو. فالآن آتي إلى هذا الفراغ وأكتب واو. كل ما تفعلونه هو ما أقوم به الآن. واضح لكم؟ واضح. نعم. طيب سوف تقومون بحل هذا التمرين إن شاء الله في المنزل. طيب again the same exercise but now about يا. الآن نفس التمرين يا إخوان، سوف نكتب هذا التمرين أو نقوم بحل هذا التمرين عندما نعود إلى المنزل. فتأتي، ما هو الفراغ هنا؟ سوف تأتي بهذا الحرف ونكتب يا. لا تنسى نقطة ثم نقطة. طيب لا تنسوا حرف الياء، يوجد نقاط في حرف الياء. واضح لكم؟ طيب الآن واضح لكم. مطلوب منكم كتابة هذه الأحرف كما هي مكتوبة في الكلمات المجانبة أو المحاذية لها. هذا ما هو مطلوب منكم. سوف نبحث أو ننظر في كتاباتكم عندما تعودون في الدرس القادم إن شاء الله. لا تنسى، مهم جدا، practice practice practice. طيب لدينا تمرين بسيط الآن، ونحاول أن نرى إذا استطعنا أن نأخذ مثالا واحدا، ثم لعلكم تأخذون بقية التمرين في المنزل. مرت لدينا حرف الميم قبل قليل وكانت هذه الصورة موجودة لدينا. من يتذكر حرف الميم في البداية؟ ما هذه الكلمة التي كررناها قبل قليل؟ من يريد الإجابة؟ طيب لعلنا نبدأ من سامي مثل المرة الأولى. هذه الكلمة تبدأ بحرف الميم أو تنتهي أو ماذا؟
مقص. أحسنت. مي قا صاد، درسنا هذه الأحرف، لذلك الآن لو لاحظتم أنا أطلب منكم تقولوا هذه الكلمة مقص لأن أخذناها قبل قليل. طيب أنا أيضا هذا التمرين أتمنى أنكم تعودون إلى الكلمات التي درسناها وتحاول أن تكتب الكلمة تقليدا، قلد هذه الكلمة. طيب كل هذه التمارين التي لديكم أتمنى يا إخوان أن تقوموا بحلها في المنزل، تمام؟ وعندما تعودون بإذن الله سوف نتابع مع بعضنا البعض كيف نقوم بحل هذه التمارين. الآن أصبحنا في مرحلة أعلى وهي أننا نعرف جميع الأحرف، لابد أن نعرف أن نكتب الأحرف بمفردها ثم نكتب الأحرف في كلمات. لماذا؟ لأن الكلمات لدينا، وهذه الدروس القادمة سوف تبين لكم ذلك. هل لديكم من سؤال؟ الحمد لله. طيب اليوم أنهينا دراسة الأحرف، وإن شاء الله في اللقاء القادم سوف نقدم لكم تدريبات أخرى في مستوى أعلى بإذن الله. حتى نلقاكم، شكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا راغبا في كل علم نافع، ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غلة الظمآن، وتعلم اللغة الفصيحة ورعاها بطريف أسلوب وحسن بيان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.